ما قصدك والو، دخلو فعلا دخل لقيتها كنشبح الدار وداخل عندي وسط البيت والدار بدات كتخلاص. مكان قلت لي شوفها طيح لي شجرة زنقة واش ترى تحتي شريحة تخيل تجمع لي بجوج ريح ويجي كيفاش؟ تجمع لي بجوج ريح ويجي ولا كنشوف بجوج جنبي شفت الناس عليهم قدامي رجلك وصاحبه تنغوط تنغوط قول لي إذا تسكتي لا غنجيب ليك البوليس ولا ما حصلتو معاها في الدار ايوا كل شيء كان ما بدينش انا نحضر المهم انتيا بيتك انا ديري هكاك انا بيتك ديري انتيا هكاك يعني بغيتك تغلطي مع شي واحد وبقى يتفرج فيك هذيك هي المتعة ديالو هذيك تلدد هكاك ما نكذبش عليك ما نكذبش عليك ضعفت واحد الوقت كنشوف نقول فيه غادي نمشي بيت نشري راحتي بيت نشري راحتي قلت لي ماشي مشكل وطيت على كرامتي وطيت عليها وطيت عليها قسما بالليل وطيت عليها تنطلب صدر بيغفر لي ولكن ما كانش عندي حل تخيل كل شبه الحمد لله الشرف شرف لينا حنايا الله يلاه شرف لينا مرحبا بك شنو الاسم والصالة تعطينا قولوا مريم الله يحضر السلامة قلت لك الله يحضر السلامة ديما تنقول هاد مريمات هادو القصص ديالهم تيكونوا صعب مريم قلب عامر حساسة تهضري يا مريم مرحبا مريم تفضلي يا مريم عاودي لك هذاك الشيء اللي بغيتي حنا تنسمعك يا مريم صراحة ما عرفتش من بدا ولكن بداي من الأول بدا ديك واقيلا مني خرجت من الدراسة في المراهقة شنو هي؟ ما تسمعكش مزيان قدي الميكرو بعدا قدي الميكرو باش تسمعوك وضربي بشي دابا كتسمعني مزيان؟ تنسمعك مزيان شنو قلتي لنا مريم تفضلي؟ قلت لك بدا من المراهقة خرجت من الدراسة كانت عندي 16 عام خرجت من 9 ما قريتهاش كانت جاتني واحد المراهقة صعيبة وصعيبة بزاف كنا احنا عائلة عادية ما عدناش وما خصناش كانت الأمور غادية مزيانة ولكن اللي خرجت من المدرسة بديت كنخدم وتنخدم عند الناس كنحاول نتعلم كانت علاقتي بالوالدة كانت اللي وصلت الإعدادي زيارات هذه واحد الزيار اللي كتقول زعما راه الإعدادي البنات كيكونوا واعرين أنا هذاك الشيء اللي خلاني خرجت من المدرسة ودخلوني كنخدم مرة نخدم في باتيسري الحلوة مرة كل مرة وفاش نخدم دازت مدة دازت مدة ما خلينيش عرفت البنات في المراهقة في داك السن بعد تشوف صحاباتها كيتعرفوا على هذا وهذا وانا كنت كنشوف راسي محرومة صراحة كان اكبر غلط كان عندي انا هو هذاك في حياتي السبب اللي دمر لي حياتي من الاول وهذيك النظرة ديال المراهقة اني انا بديت ندير علاقات وبديت ندير وتنحلم براجل المستقبل ديالي وبديت ندير ما كنتش كنشوف كاع الحياة من القدام لدرجة ان الام ديالي تعرفت على واحد الانسان الام ديالي ولات كتقول لي انا نمشي معاك فين ما غادي ونجي معاك وهذا تاني اكبر غلط كيفاش ما فهمتش دابا مثلا الى بغيت نمشي نتلاقى بيه كانت كتمشي معايا حتى كتوصلني وكترجع كتبقى تسناني في شي بلاصه ماما كانت توصلك عندو وين هذاك الانسان تكرفس عليا تكرفس عليا ماشي نقول لك زعما بزز مني او لا قلت عقل انا ملي مشيت لعندها وقلت لها هذا ناضت مشات لعند الاب ديالي وقالت لي ناضو مشاو دعاوه ولات عندي الشوه وبحكم انا ساكنه في مدينه صغيره ملي في محاكم وطلع راها بنت فلان راها دارت راها فعلات راها دكات
صافي انا قلت شرفي ضاع، ما عندي ما نخسر ما عندي ما نخسر. مشيت مع صحابات البلية والتبليت وكل شيء، ناضو بغي يستروا داك شيء كامل. داك السيد حكمت لي اصلا بالبراءة، هذه هي فاش مرضت انا، مرضت نفسيا. وليش حكمت لي بالبراءة؟ حيتاش ما كانش عندي دليل. هو اصلا كان من المخزن، يعني عندو ناس وحنا كنا ناس على قدنا، كيس لي وقف معانا تحكمت له بالبراءة. انا صافي هاديك هي اللي خلاتني ناض الوالد. من بعد واحد عامين من داك المشكل زوجني لواحد السيد، ولد واحد السيد صاحبه. ما كملش هذاك الزواج، ما كملش العام، تكرفصت بالمعنى كريمة، كان مبلي بالجوانات والشراب وسميتو تقهرت العصا وما عنديش استقرار. صافي انطلقت والوالد انطلقني، وكان عنده الهدف ديالو انني نكون انا نتسمع ليا مزوجة ومطلقة، هذا هو كان الهدف الاول ديالو. اصلا علاقتي كانت بالعائله كانت ماشي هي هذيك، ديما الوالد عندي كتفضل خوتي ليا انا، وانا كنت ديما كنلاحظ هكا. تخيل كنت كنخدم واحد الوقيته، جات واحد الوقت اللي الوالد ديالي مرض، وقعوا لي مشاكل مع عائلته وخرجونا من الدار. تخيل مو كتلوح لي ما في الزنقه وكتقول لي عزي ليا ولادك وخرج في حالاتك، وهذا بزاف حضرنا لشي حوايج بطفون عن ملك. خوالي كراو لينا ديك الساعة، وبابا مشى بحال قلتي هبل ما تقبلهاش. اضطريت انا لأننا نخدم على عائلتي وعلى اخوتي. تخيل كنخدم بالنهار وبالليل، رمضان الناس صايمة وانا خدامة، ما كنقدرش نوقف. توصل العيد كنكسي هذا ونكسي هذا ونكسي هذا ونكسيهم كامل، كنبقى انا بلا كسوة وكنقول نفرحهم، عندي اخوتي صغار خصني انا نعاون في اللي بيقراو ونعاون في. وبحكم ديك الساعه كانت عندي 18 عام، تخيل 18 عام وانا كنضرب دعم المعاره، نخدم بالنهار وبالليل. كنت مع ديك الساعه كان واحد التعامل زوين، حيت انا كنت كنعطي، كريت ليهم الزيت وكريت رهنت، ما خليت كل شيء درته. من بعد انا قلت نشوف حياتي، تزوجت في اش نقول لك في 2015، تلاقيت بواحد الانسان تزوجت به، ضربنا عامين ديال الزواج، ولدت فيها ولدي الاولاني. من بعد كان كنكتشف انا داك السيد انه ماشي انسان طبيعي. طيب اش نقول لك، ما عرفتش كيفاش غادي نقولها. هذاك الإنسان متعة ديالو أنه يشوفني مع شي حد آخر. تخيل واحد قافانا ولدي، كان عندي الولد الأولاني، جاني سكران مع الخمسة الصباح، جاو ويقول لي راه واحد السيد صاحبي معندوش فين يبات، غيجيبات عندي في الدار و تصبح ومشي. ماشي مشكلة، الناس في الصالة، أنا راني في بيتي مع ولدي، ما قصدي والو. دخلو فعلا، دخل لقيتها كنشم ريحة الدار، وداخل عندي وسط البيت، والدار بدات كتخلات. نطلع عندو قلت ليه شوفها طيح ليه الشجرة الزنقة، أوهو باش الدار تعطي الريحة. تخيل تيجمعو عليا بجوج ريح ويجي، كيفاش؟ تيجمعو عليا بجوج يا ويجي بلوك، اشوف بجوج الناس عليه من قدامي، رجلك وصاحبه تنغوط تنغوط. قول لي غير تسكتي لا نجيب لك البوليس، وقول ما حصلتو معاه في الدار. فقلتي على الغوط، دخل عوالي شاف الولد هرب، انا عنده ولدي استحيالية البيت. قلت لي قلت لي شو هتخرج لعنية الماني الدار، خرجوا لعنية الماني الدار، عنديش الآخر. فعلا خرجوا، غد لي مع تسعة الصباح خرجت، ودي مشيت لدار
نهار ماما قلت لها ماما فكيني راني تحت في مشكل وعندي وقع انا فرخش لها ماما توا كسرت في الميساجات قال لي شوفي راه السيد غيجي انت مع الربعه د العشيه خلي الولد لامك وجي وراه غيطلع فيك وغيدير لك وغيدير لك تنقول لها ماما قراي قراي كتقول لي سكتي يا ربع ما نسمعهاش هاد الموضوع ما نسمعوش مسمعش باك مسمعش خوك طيح الراحة فين أنا دخلت هددت وقلت لي شوف أنا ما غنرجعش تاني براتي ما يعاون ما يعاونك بقا كيتلف ليا نهار ما بقيتش نعاود شرب داري عليا نهار ما بقيتش نعاود فين أنت يقتو رجعت دازت 15 يوم بعدا أنت قولي شوفي غتخرجي مشي تجيبي قلبي على شي واحد تمشي معاه شي بيت مسكوس واو ولا تخرجي بصيف عليك قلت لها ما نخرجش ما نخرجش لوجه داك ديالو تخيل العشا اللي كليت حويج نتقطعو هرب هربها مالي تخيلو مشيت لدارنا حويج مقطعين شعري عريان حفيانة خليت له الولد وهربت مبقيتش كنقلب على ولدي وجهك تنقول كيف ما كان حال ولدو هداك جيت ماما عريانة تنقولها فكيني ها وقع ها وقع ما داك تقول لي سكتي سري هادشي ما يكون سمعش بقط سري هادشي ما يسمعش بقط قلت لها غير هضري معايا قلت لها ما نقدرش نهضر معاها في هادشي وغادي ترجعي وغادي تسكتي ولا صابرين على ما قدر قلت لها واهلك ماما علاش غادي نصبر كنت كنعيس حق على حسن حيديا نهار ما بقيت نعاود نهار ما بقيتش رجعت تاني بس يقول لي شوفي يا غنجيبو يا نهار الزول ما تلقيش معايا ضروري هادشي يوقع وضروري هادشي يكون بخاطرك تمشي لدارنا ما كيديرو معايا حتى حل كان بس عندو في الدار ما كيديرش معايا تعملوا والو عشان هي خدامة تحت رجلي وما نهضرش وما نتكلمش وبصاتي شي حوايج كتير صبرت واحد النهار ما بقاش نديها لكنقول نمشيو لدارنا يجريو عليا اش غندير جمعت السكرين ديال الكونفرساسيون بيني وبينو سجلتو كيهضر معايا وكيطلب مني داكشي مشيت لعند بابا جيت لعند خالي قلتلها نهار خالي فكري نهضر من بيجر معايا والو ومن بيت شهد العيشة ومن بيت شهد شي كامل مشى هز داك شي كامل صيفطو ليه في التليفون تاع البابا جا بابا لعندي للدار قالي اش هادشي كان سمع قلت له هادشي اللي كاين قالي تخلي ليه ولدو تجي في حالاتك لدهركم قلت له انا منقدرش نخدم ولدي تكرس ليا عليه هداك راه انسان قلت له راه مريض علاش نهرب قالي شوفي عندي ندير بيك ولد بولدو يعطيني اتساع وهادشي انا نشوفو لي حل فرحت وقلت عندي انا من الدكا شدوني عندهم يومين شدوني عندهم في الدار نهار الثالث نهار اليوم بدا كيغوض هو ماما تخيل بغا يديروني خدامة وبدا عرفتي دابا شي حد بيحكك باش تزيد حالك نتاع نبين نعاسي فيقوني نبين نجلس نوض ديالي يتنعطر في ولدي الحاجة الخيرة ديالهم يقلعوها لي يقلعوها هنا وتعزلوا بوحدهم المنطقة يحيدوهم تيجلسوا بلا ماكلة كيقول ما عندناش ما ناكلو باش انا نطش الاخر كيطلب فيا تيقول لي يلاه ما تقوليش قلت لبابا غير دوي معاه قال لي لا بالي بابا ما دار حتى حل مشيت عند خويا هبة مريم ياك مريم وي او ما دوك عندنا كلشي دابا ولا تيسفت البدره ما لقيناش اللايف اللايف ما طالعش عافاك باش يردوا من اللايف كلشي برك على جنب باش يرجعوا من اللايف عافاك اي باش يرد الناس اللايف غير 100 اللي داري جي 300 كاينين في اللايف كلشي برك على جنب كلشي خرج يشوف واش اللايف واش كاينه الجيم ديالو يعاود يرجع كلشي خرج يشوف الجيم ديالو واش كاينه ويعاود يرجع يلا سير هو يتحيد دابا البلوك ان شاء الله كيبغي يعاود القصة ديالو يصيفط ميساج في لاباج فيسبوك. الو السلام عليكم. سمحي لنا مريم لأن تقطع مريم. مريم. الو. سمحي لنا قطعناك لأن
انا كنوقع شي مشكل. شي مشكل. كمل لنا القصه ديالك مريم. كليك لا كدير الميكرو كدير الميكرو كي الاول تسمعني. اه هضري. قلت لك بلي الاب ديالي ما دارتش رد فعل. قلتي كان واحد يومين بداو تيدي درتو كي الخدامه وي كيدخطو باش صافي. قلت ما كاين وما كاين ما كاينش حل. مشيت عند خالي هضرت معاه قلت ليه كاين كاين. قال لي هضر مع الوالد ديالي. قال لي هذيك السينا ما تصدع عمرها ولا كل واحد بيحكي تحكي كرجلي. كل واحد هضرت مع خويا قلت لي شوف اجي نقول لك ها اللي عندي واقع ليا وواقع ليا. دار راسو انه نفعل وما نجبوش الحال. من بعد تدمصت ديك القصه بحال حتى حاجه ما وقع. جا عندي الوالد ويقول لي شوفي هاد جلسي معنا هنا ولكن الشرجم ما تطليش منه الباب ما تخرجيش معاه ما ديش. انا ما جيتش عندكم انا علاش خايفين مني ترى هاد الدرجه. انا كون بغيت ديك الطريقه نبقى معاه تيقول لي نشد لك ولدك وديري خرجي. انا ما باغيش حرام ما نوكلش ولدي الحرام شدو غير بيديا. ولكن لا حياه المنتونات ما كاينش. بقى كيطلب وكيزهق ولا واحد فيهم جا عنده قال ليه اش هادشي درتي. الوحيد اللي مشى عنده هو خالي قال لي علاش درت هادشي كامل. قال لي حق انا مريض خصني الدواء. ما ديالك قال لي نشد بيديك تداوى وكلشي. قال لي يطلبها ترجع وانا بيت نداوى وبيت ندير وبيت ندير وبيت ندير على اساس انا هو متعارف داكشي كامل. داكشي اللي كان رجعت جلست معاه واحد المدة ديال شهر شهرين أمور هادية ولكن التعامل راه لا تعامل. كحسرتي بحال جالسة خدامة في هاديك الدار. ما كاينش نهائيا التعامل. داز شهرين تقريبا عليا تاني تيقول لي شوفي أنا راه دبرت لك واحد بحال المصطلح هذا دبرت لك واحد البلان غتخرجي وتجيبي فيه القد والقد وأنا غنشد لك ولدك وهذا. أنا كنقول لا ما بغيتش صافي. حتى لواحد النهار ويقول لي شوفي انا نجيبهم عندك للدار لهنايا وكل شيء حتى لو مبديش انا نحضر. المهم انتيا بغيتك انا ديري هكاك انا بغيتك ديري انتيا هكاك. يعني بغيتك تغلطي مع شي واحد وبقيت تفراج فيك. هذيك هي المتعة ديالو هذيك تلدد هكاك. ما نكذبش عليك ضعفت واحد الوقت كنشوف نقول فيه غادي نمشي بغيت نشري راحتي. قلت لي ماشي مشكل وطيت على كرامتي وطيت عليها قسما بالليل وطيت عليها تنطلب صدر ربي يغفر ليا ولكن ما كانش عندي حل. تخيل اللي مشيت عندو في عائلتي يقول لي ما نقدرش نعاونك بين ود ليا باك وامك قدرش نعاونك. اللي مشيت عندو كيقول لي ما نقدرش نعاونك تنقول لهم بغيت نطلق خلصوا لي غير الورقه باش نتلقى غير باش نخلص الصندوق وباش نكتب. ما عنديش رد هادير ما عنديش والو ما كاينش اللي يقدر يعاونك. تيقول لك لا لا يلا ما نقدروش ما بدنا عليك. جات كنمشيو عند امك نهضروا معاها تقول لنا هي اللي خايبه وهي اللي ما مزياناش وهي كنقول لهم انا راهي بالمنطقه انتما قراو الكونفرساسيون كلها شو سمعوا الاوديوات كاملين واش انا اللي بديت ديك الطريقه نجي نفتح راسي. انا ما تزوجت الا وبغيت نبني حياتها كاع الناس وندير وليدات ونربيهم ونكبر ويكبروا في حدايا. انا بغيت ندير الاسره ديالي. انا ما بغيتش انا هاد العائله هكا تكبر ولدي قداش غيكون لي كنقول انا كانت مع امك كنت مع باك وام شي حوايج اللي ما كيتقبلهمش العقل ولكن امك يقول لك ما نقدروش نعاونك. هادشي اللي خلاني انا اضطريت نقول نشري راحت بالي الا كان هكا بيخلي يتعامل معايا مزيان نديرها. وبالفعل درتها. واي الغد لي صباح تصير بلاتي عاودينا كيفاش اول مره. لا عاودينا كيفاش وقع بعدا باش درتيها شنو هو كان تتفرج فيه. قلت لي بشرط انا قلت لي بشرط انا اللي ما نكونش في الوعي ديالي ما نكونش وعيد جيب لي الشراب نشرب ونغيب بالمعقول واني معاك. ضميري ما بغيتوش يكونوا. قال لي طلبتي غير الموجود وفعلا شربت تغيبت
جا مع السيد، داروا ما بغاو، صافي دخلت الدش سديت عليا قلت لي الله يعاونك. جا عندي حط ليا فلوس، هذاك اللي شفت انا ديك فلوس ما بيتاهش ما بيتاهش. هو فاش جبتي مع الاخر، اسمحي لي اسمحي لي قطعتك، جالس يتفرج بغيتي يتفرج فيك. كيتفرج و جات هو تقرب مني واحد الوقيته. يعني بجوج بيهم؟ بجوج. واو واو، راه كنقول لك عطيه الصباح. صباح مشيت فرماسيان صنع قل صباح الجمعة، مشيت فرماسيان خديت واحد الدواء، جا لقاني جوت هامدة في الدار، ديت ولدي للروض، جا لقا جوت هامدة، لقيت راسي في السبيطار. تيقول لي شوفي ملي عقلت ودايرين بيا البوليس ودايرين بيا ماما وواحد السيدة صاحبتها وكلشي، كيقول لي شوفي ما تقوليش البوليس شي حاجة، راه غادي يدوك فين تربين تيسدو عليك ويقولو عليك ولدك. ما تقوليش، قولي يشرد الدواء بالغلط، ما تعاوديش شي حاجة. تيقول لي هو شوفي غتهضري غادي تمشي للحبس، ما فيها لا هكا ولا هكا. تيجي عندي الكوميسار كيقول لي شنو وقع، تنقول ليه ما عقلتش. اش وقع ليك؟ تنقول ليه ما عقلتش، لقينا الدواء حداك، لقينا هادي لقينا هادي. قلت ليه ما عقلتش، خرجت راسي ما عقلتش. وشوفوا هما اشنو قالوا ليهم، اشنو قالوا للبوليس، والله اعلم جابوني للدار 3 ايام وانا غايبه 3 ايام ما عقلاش. تنقول ماما واش هادشي باغيتو ليا؟ في النص تتقول ليا تمشي لدارك وغتسكتي. داز شهر لقيت راسي حاملة بالولد التاني، راه مشيت نابل. واو، مشيت نتفطى، عرفتي مشيت نتفطى. تنقول واك واك، اش غندير اش غندير اش غندير، حمل ما بدا يتقلع عليا وما عنديش على من تكا. دارنا الى بيتي الى بيتهم يعاونوني، كي خصني نجلس مع هذاك الانسان ونصبر عليه وما نقولش لهم دهر، وداك الشيء كامل عارفين انه ما خصنيش نعاودو، ما خصنيش نقول اي. ومع ذلك دازت حملتي كل عذاب في هذا. تخيل العصا وانا حامله، والعصا تكرفيس، خرجني الزنقه، لحني الزنقه في الليل. علاش؟ علاش ما بغيتش ندير؟ ما بقيتش بغيت نعاودها، ما بغيتش نعاودها. تيقول لي نجيب لك شرب وشربي وغيبي وديري. قلت لي ما بغيتش. نقول واحد النهار هز عليا جنويه في الليل، تيقول لي اليوم نذبحك. كنقول له الموت موت وحدايا، الموت بيد الله ماشي بيدك. قلت له انا نشهد قدامك دابا ودير فيا ما بغيتي. صافي شاف التعيا وخرج مشى. رجع تاني في هذاك الاسلوب ديالو، مانع عليا المصروف، مانع عليا الخروج، مانع عليا عطي واحد العيشه ما تخيلش. مشيت عند خالي كنعاود ليه خالي راه ما عنديش. قال لي شوفي انا ندير معاك اللي ما يديروا معاك حتى واحد، غادي نعاونك تدفعي الطلاق، واللي بيدير شي حاجه يديرها. فعلا عاوني دفعت الطلاق، طلقت. تخيل كاينه معاه في الدار، وكنمشي للجلسه وما سيقش الخبر معاه في الدار. تخلي لي الدراري كنمشي للجلسه، نهار اللي طلقت جيت عندك قلت له شوف فلان انا راه طلقت. وخرجت حسيت ولادي ومشيت لدارنا، هز التليفون عيط لبابا قال لي راه بنتك طلقت. جا لي بابا قال لي تهزي لي ولادك والباب ما نشوفكش. قلت له علاش؟ قال لي تهزي ولادك والباب، ما ديرش لي اعتبار ما شاورتينيش. قلت له انا شاورتكم وديت لكم يدي تحت نعاونني. قال لي هذاك اللي عاونك بيني وبين حساب مازال تعادوا مع خالي، ما بقاش كيهضروا. خرجوني في نص الليل، تخيل نص الليل السمر، كنعقل عليها في شهر 12 في هذا الشهر هذا السمر، وانا ولدي الصغير يلاه عنده باش نقول لك شي عام ونص، والكبير كانت عنده شي 5 سنين 6 سنين. خرجت كنقول لهم عطوني يا ماما، طلعتني باش نكريب الليله، هي هاد الليله نمشي في حالاتي. قالت لي باك ما باغيش يدخل للدار، قال لي ما حد هي في الدار، انا ما غندخلش للدار، وانا ما كاينش اللي غيسير عليا. واش انت قالت لي بتسيري عليا ويمشي هو وتقولي انت تسيري عليا؟ لا اختي، قالت لي هزي لي ولادك وسير الله يعاونك. حراك طلعتني باش نكري هاد الليله، تاي صباح الحال ولدي كيقرا خصو يدخل المدرسه. قلت لي ما عنديش ما عندي ما نعطيك.
خرجت للزنقه كندور مشيت عند خالي، قال لي ما نقدرش نشدك عندي هنا، عارفه بلي راه قربها راه تنوض عليا انا، ما كايناش نص ساعه جا عندي هو عند خالي، قال لي انا بديت نديها للدار تقز في ظهرها ولو مطلقين تيكون نديرو حل، انا بيت مرتي وبيت رجعها، هما قلت اتفقوا بيناتهم انهم يخرجوني باش هو باش انا ما عندي فين نزيد باش نرجع ليه عنده. قال لي خالي شوفي سيري انا ما نقدرش نشدك سيري الا بتلقاي فيه الخير وبيتعاد وبيدير الله اعلم. داكشي جيت معاه، تخيل كنت جالسه معاه 3 شهور في الدار بلا زواج، زوجين جنب مطلقين. تيقول لي نرجعو، انا ما نقدرش نرجع، ما نقدرش نرجع، تيقول لي غير لو ديتي الدراري وسمحي لي وانا ما بقيتش نعاود، تيطلب فيا جا عندي بابا الدار تيقول لي شوفي سمحي لي نحنا درنا لك هكا كي باش ترجعي لدارك وما تبعيش دوك كدابين عيشة وليدي كذبوا عليك ولا بيفرقك على راجلك وباش تشليك تشمل. قلت له انا رجع نهار غيتكرر فيا على ولادي، انا اللي الله عطاه ولكن شنو غادي تكرس ليا الاولاد، انا هادشي اللي ما بغيتش. قال لي شوفي انا ما تحرجينيش معاه ودبت تكري هذا الموضوع قدامي ودبتيش قدامي، بقيت هكا. دازت ديك 4 شهور بقى كيطلب فيا كل نهار، كنقول حنيت تنشوف ولادي متعلقين بباهم وما عنديش فين، وتنقلب على خدمه وما كايناش، تخيل ما لقيتش خدمه، ما كاينش اللي يخدمك بحكم ان عائلتي معروفين ياك، ينفع كتمشي عندها تقول لي بنت فلان ولا هي كنيتي فلان كذا، يقول لك اه واخا تنعاود نرجع تنعاود نعيط لك، كيعيطوا ليهم تيقول جات عندي بنتك راه بغات تخدم هذا واش راه بغات نخدمها، تيقول لي لا وياك وياك ما تخدمهاش، وقع لي مشكل انا وياه ونا تصداع، مشينا للكوميساريه مشيت تعيط وبغيت ندير شكايه به، قال لي سيري جيبي دوره ورجعي وحنا نحلو لك المشكل. قال لي جات بالويكاند دابا سير ثلاثني نحلو لك المشكل، وانا خرجني قال عليا ولادي وخرجني، قلت لهم راه ما كاينش فين ندخل، قال لي سيري راه حنا غنشوفك غنديرو، وهادشي جبت شكايه مستعجله من عند الوكيل، ومشاو عيطوا للبوليس قال لهم راه بنتكم جات لعندنا، وقال لي دمص هذاك المشكل راح حنا نتكلفوا نحلوا المشكل بيناتنا، وفعلا جاو كيضغطوا عليا ولا وغترجعي وغديري وغيطلب السماحه وكذا وكذا، واليومين هذا اليومين هذا غير الاسبوع اللي فات قسما بالله الا لحني الزنقه ضربني تدخلت في الطوموبيل فم الباب فمي تشرشم كامل، رجليا مهرودين لدابا مازال ما براتش رجليا، بديت نقولو بديت نطلق انا هاد ملي رجعت معاه سمحت ليه ورجعت معاه ندمت، تخيل العقد ما خرجوش من داك الروس اللي عطاونا ما خرجوش ما خرجوش، والتعامل باقي هو هو، واليوم من هذا كيقول لي بتنجيب فلان انا راه بيت هذيك الحياه، تنقول لهم عطوني بيتها نطلق، بيتها فين نسكن انا ولادي، بيتي نوفري سكينه لولادي ونخدمو ندمر على ولادي، ما عنديش مشكل انا ما بيش الحرام، انا ما بيش ناكل ولادي الحرام، بيت حياتي هي هانيه، شتي ندير بيت ونقص فيه انا ولادي ونخدم ونضرب الكرفي من الصباح حتى العشيه ما عنديش مشكل، ولكن هنا في هاد المدينه ما كاينش اللي يمدك يديه، ما كاينش اللي دقيت عليه تيقول لك ما نقدرش والديك انا ما باش نخسر معاهم، باش نخسر معاهم دابا جالسه وتنقول دروك راه خارج ما كاينش، ملي يجي راه عندنا الليله ليلتنا عاوتاني، والصباح صباحنا عاوتاني، والمشاكل ويجي تاني يقول لك بغيت نجيب فلان او اي لي في اي ليله خرج كيرجع تيقول لي شوفي بغيت نجيب معايا صاحبي، وهذا واش ممكن انا حد الساعه كنخرج في عينيا وكان دافع الجد كنقول راه تنبيلي بالله ما خايفاش منه وليلي عليها، ولكن تنقول صد ربي غيفرجها عليا فوج هاد الوليدات، طايل دابا ولدي الصغير عنده 3 سنين والاخر عنده 7 سنين ونص، بداو تيعقلو كيشوفو ديك الحاله، وهما ملي كنمشي عندهم كنقول لهم راه ما قدرتش كتقولي لي خسرك نعطيها ليك وسيري بيتي هندو، اخر مره مشيت لعندهم للبارك لهم شويه ما بقيتش بيت نرجع، اللي ضربني هذه الضربه التاليه قلت له ما بقيتش بيت نرجع،
هي الجيران عيطوا للبوليس وهذا وجاو البوليس وجا خويا تيقول لي زيدي فحالك لدعيش ما تنوضيش ما توصلش للكوميسارية. وصلت للكوميسارية وقالوا لي سيري ديري شهادة طبية وما عنديش باش نديرها. ورجعت تاني وجلست مشيت لعندهم للدار. مرات اختي قالت لي شوفي سير الله يعاوننا ويعاونك مابقيتش تقاسينا بقيت جادنا ولادك برسطوني تيحيلونوا لي الدار وما قادين راس تاعك انت هي وياه. قلت لماما ماما عطيني السر تاع الدار انا باش نتسوق لها قلت لها عطيني السر تاع الدار وصافي. قالت لي شوفي حنا بينا نطلقوا هاد الدار مع بابا هي راهن بينا نطلقوا هاد الدار. نوض بابا قال لي انا بيت نبدل القفل. قلت لهم نقول لكم واحد الحاجه اللي طلقها في الله ما عمرو يخيب يقول لك سبحان اللي بكيتها في حاله وكيصبحها في حاله. قلت لها اختي الدنيا حدانا وما عمري منيت على شي واحد فيكم وقلت لي انا درت ليك وانا اللي هزيتك وانا اللي وقفت مع قريتي وانا اللي عيطت ليك وانا انا ولا انا ما عمر شي واحد سمعها مني وما نقدرش نعقر بها شي واحد. ملي وحتى جيتهم حاليا ما لقيتهمش كنلقاهم كيسدوا عليا البيبان الباب اللي دقيت فيه سدوا عليا. كنقول لها صدر ربي تفرج عليا هذا اللي كنطلب كنطلب انا غير اللي يسمعني واللي اللي يسمع القصه ديالي يطلب معايا صدر ربي يفرج عليا كيف وجهات الوليدات هاد صدر ربي يدير لي شي حاجه شي مخرج بيت ندفع غير تلاقي تخيب ندفع تلاقي ما عنديش 4000 ريال ما عنديش نسدود عليا من الجميع من الجميع الجهات. نقول الحمد لله وشكون صدر ربي ما عرفت علاش مخبي ليا ما حدي ما نويتهاش خايبه وما نوياش ما نوياش الحرام وما بغيتش ندخل على ولادي الحرام صدر ربي ما عمرو ما يخيرش يسلم. ايه غلطت صغري وغلطت وغلط ولكن دابا كنقول واحد ولادي نعيش ولادي نهزهم بسناني ما نخليهمش لي هذا ما كان. واو قصة قصة ولا قصتك بقات يعني في اليومين هذا قسما بالله شخصي قلت لك هذه القصة باقي كنعاني فيها اليومين هذا اليومين هذا. واحد الان مازال تيقولك سيري سيري جيب نجيب لك الرجال ياك جيب لك الشمايك. نعم مازال لحد الان تيقول لك نجيب لك هي البارح هي ولا البارح ده حق ذاك. تقدري تقولي لنا المدينه فين تسكني؟ انا نقول لك الدار ما كاين نعم ما عرفتش واش نقدر نقولها ولا لا ولكن المدينة مدينة صغيرة بزاف. شنو هي المدينة؟ كلشي شي معروف ولا شي حاجة لك قريب لي مراكش قريب لك مراكش قريبة لي اسفي اللي بغى يعاونك نعطيه الرقم مرحبا اللي بغى الرقم ديال مريم يتواصل معايا عبر الصفحه الرسميه بي ا تي ار اسباس اش اي ال اي ال اي يكتب لي بغيت الرقم ديال مريم من نواحي ديال مراكش باش نعطيكم الرقم ديالها.